هلا اول شيء يعطيك العافيه استاذه مها، يعني ما خلت شيء اللي حكت عنه، ما شاء الله عليها، شرح وافي وكافي. بالنسبه للسلايدز كمان انه في كثير انواع من الكفر ليترز وحسب الغرض. هلا في مدارس، في ابروتشز مختلفه. انا شخصيا مستحيل ابعت كفر ليتر الا تو هوم ات مي كونسيرن او ديار مدام او ديار سير. هذا الاشي قطعيا ما بعمله، لانه دائما بدك تبذل جهد لحتى تعرف مين الشخص اللي انت راح تبعته الايميل. هلا ما دام عندكم انتم هاي التولز اللي بتطلع لك الايميل، سهل جدا عليك تعرف شو اسم الشخص. هلا لما تحكي ديار احمد، ديار سناء، هاي محمود، هذا الاشي بيعمل يعني فرق شاسع ما انك تحكي ديار سير او ديار مدام. كمان اذا بتبعت ديار سير او ديار مدام لانفو كذا كومباني، مش بالضروره يكون رجل، مش بالضروره تكون مراه، فانت تحكي سير لمدام مصيبه. فبالتالي دائما نحاول انه نعرف مين الشخص اللي بدنا نحكي معه. اذا ما بنعرف بنقول لهم هاي، هاي ذير، مرحبا، مش بالضروره نحكي ديار سير او ديار مدام. فدائما هاي الخطاب الجنرال ابعد، حاولوا قدر الامكان انكم تبعدوا عنه الا اذا كنتم مضطرين. كمان شغله بالنسبه للكفر لتر، زي ما حكيت انا بفرق عندي لما بدي اكتب كفر لتر لجوب ابلكيشن على اب وورك، وبفرق عندي لما بكتب كفر لتر على لينكد ان، بفرق عندي لما هم في الابلكيشن بورتال طالبين انك تعمل اتاتشمنت للسي في وللكفر لتر. لما يكون طالبين منك اتاتشمنت لحالها، طالبينها بالجوب ديسكريبشن مثلا، بدك تعملها فايل زي هيك، تعملها بي دي اف وترفقها. ولكن الابروتش اللي انا بستخدمه، اللي انا بفضله سواء على اب وورك، او طبعا اكيد على اب وورك مفروغ منه في خيار للكفر لتر، بس الاشي اللي انا بستخدمه انه بحط الكفر لتر في الايميل بادي، يعني في نص الايميل انا بكتب الكفر لتر وبخليها شورت اند سويت، ما بخليها طويله كثير، لانه في النهايه الهايرنج مانجر بوصلوا عشرات ومئات الريزوميز والسي فيز باليوم. ليش بده يختارك انت؟ ليش بده يقرا السي في تاعتك؟ ما هي اصلا فتحه السي في بتكلفه، خلينا نحكي 5 ل 10 دقائق، يعني فتحه السي في بتكلفه وقت، ليش بده يفتح السي في الليل؟ هلا لما تكون انت عامل كفر لتر حاططها بالبادي تاع الايميل قصيره، تيكس لوك ات ات، بشوفها جذابه، جذبته، لانه هذا الهدف منها بالنهايه، انه يفتح السي في، بدك تجلب انتباهه. فهذا الاشي انا بحطه بالايميل بادي عشان على السريع يشوفها مباشره، ما يكونش عنده خيار تاني، وهي بتجذبه انه يقرا السي في. هلا كمان شغله، الكفر ليتر مش لازم تكون تعيد فيها الشغلات المذكوره بالسي في. يعني انا الكفر ليتر بدي استغلها لحتى ابين شغلات او نقاط، اذكر نقاط معينه انا ما ذكرتها في السي في، مهارات اخرى مثلا، او اشي معين ممكن يعجبهم. يعني شفت عباره جريس the wheels of your company's relationships، هاي العبارة لحالها بتخليني أشوف هذا الشخص لازم أفتح السي في تاعته أطلع عليه. هلأ أنا راح أفرجيكم كفر لتر كنت كاتبها لشركة زمان وبحكي لكم قصتها، بس خليني بالله أعملي لي كوهوست، خليني أعمل شير سكرين. I can share my screen now. Okay. Thank you. طيب خلينا نكتب كفر لتر مع بعض. انا هي دخلت على جرامرلي، جرامرلي اشي عظيم، غير انه بتقدروا تعملوا اكستنشن على البراوزر في نفس الاب، بتقدروا تدخلوا عليه تكتبوا، بيطلع لكم الاخطاء الاملائيه، بيعطيكم سجستشنز لكلمات تانية، تعديلات. دائما استخدموا جرامرلي، يعني هاي اشي يعني خير مجاني، ليش ما تستعملوه؟ فانا دائما بحب ابلش انه تحيه، هاي، خلينا نحكي مها، تمام، لان بكون عارف مين الشخص اللي بدي ابعت له. اي هوب، هي عاده انا بكتب اي هوب ذس فاينز يو ويل، اوكي، هوب ذس فاينز يو ويل، اي هوب ذس فاينز يو ان ذا بيست شيب مثلا، اور خليني اكتب كمان واحده، اي تراست ذس فاينز يو هيلثي، او ان ذا توب هيلث مثلا، ان ذا توب هيلث. تقولوا تعملوا إشي جديد، يعني ما تضلكم تعملوا إشي مكرر الكل سامعه. هلا زي ما حكيت انا بدي احاول قدر الامكان اجلب انتباههم، فخلينا نفترض انه انا بدور على اللينكد ان وعجبتني شركه معينه وحاب اني اشتغل معاهم. خليني احكي لهم I was browsing through LinkedIn، سنعملها كابيتال، and I came across
per company. I was really impressed. تمام. أو I was really amazed. أو يعني إنه بدك تحسسهم بدك تكبر راسهم بالعربي. I was really amazed by the quality of your work. خلينا نحكي. And I am writing to express my interest in working with you. أو خلينا برضو نحاول نحط عبارة أحلى من هيك. My interest in taking the job to the next level, مثلا. ممكن هون نكتب عن حالنا إنه بس بشكل سريع لأنه إحنا بدناش إياها تكون طويلة. هاي في شايفين كيف بيطلع لي إنه أنا ناسي عندي خلل إملائي. طبعا هذا أصفر عشان طويلة الجملة بدون أي separation. خلينا نحكي لهم I have been working as an Arabic English translator for the past 5 years and I can't tell you how passionate I am about languages. تمام. هاي الجملة انه انا اعطيتهم من الصاف من الاخر انه لي 5 سنين خبرة وانا شغوف جدا في اللغات. ممكن انا بحكي عدة لغات مش بس انجليزي وعربي. تمام. وبدنا نحكي لهم I believe. يعني انا مؤمن. ما بدي احكي I think. انا اعتقد. ما بدنا نحكي انه بجوز maybe. بدنا نحكي لهم no I believe أو I am confident. خلينا نحكي واثق that I can be of great value to the company if I was given the chance. أو خلينا نحط جملة تانية. I am very أو I believe that I have a unique skill set that will شو بدنا نحكي prove to be useful in your line of work. مثلا I would appreciate the opportunity. طبعا انا هاي اذا بدي ابعتها على لينكد ان بدون سي في بكتب I would appreciate the opportunity to have a short call with you where I can further demonstrate my potential. تمام. او اذا انا مثلا بدي ارفق اعمالي او بدي ارفق سي في I have attached a copy of my resume slash CV. او احلى من هيك please feel free to check my portfolio at. بنحط لهم اللينك هون. تمام. اوكي. وشو كان نحكي لهم؟ I'm looking forward to hearing from you مثلا. انه بستنى اسمع منكم. طبعا هاي بامكانكم تغيروها باي شيء بدكم اياه. ممكن to come up with whatever you want. واخر شيء يا sincerely يا kindest regards. انا بحب اكتب دائما kindest regards. بس في مثلا اذا حابين برضو نتفلسف شوي وحلو الفلسفه مرات ديروا بالكم نحكي لهم stay safe او stay positive and test negative. هاي راح تضحكوا للشخص اللي راح يقرأ السي في مش السي في الكفر لتر بس هذا اللي احنا بدنا اياه في النهاية. تمام. احنا خلال قديش 10 دقائق كتبنا كفر لتر. يعني it's not gonna take you a very long time with practice. يعني ممكن تعملوا variations كتير من هاي الكفر لتر وتبعتوها لعدة ناسات طلعوا فيها 3 كفر لترز. I'll send you بنزلها على الجروب إذا بدكم. بس دا أفرجيكم على السريع كفر لتر كنت كاتبها زمان لشوفت زي إعلان لإنترنشيب. تمام. وكانوا بدهم حدا يشتغل كلاود سيرفيسز. ما كنتش بعرف مين كان هلو الإيميل وما كان عندي التولز اللي تجيب لي مين صاحب الشركة أو مين الـ HR. فحكيت لهم هاي ذير I hope when you read this that you're having the best day in a while. أنا بتمنى إنكم عمالكم بتعيشوا أحسن يوم من فترة. يعني I'd like to express my interest in joining Ketos Technologies.
why do I want to join Ketos من الآخر؟ why am I applying؟ كتبت إنه international software company awesome هذا يعني التعليق تاعي financed Amazon Web Services certification super إشي عظيم competitive salary راتب خرافي great how do I qualify or why do I deserve a chance very into high tech and IT إنه أنا عن جد عندي interest في هذا المجال بين قوسين الباشن موجود very hard working و self learner برضو عندي determination تصميم very friendly and easy to train slash work with people's person تمام بعدين أعطيتهم short summary حكيت له عن حالي شو دارس وشو بشتغل قلت له بشتغل فريلانس انجلش عربيك ترانسليتر يعني صحيح ما إلهاش علاقة في الجوب ديسكريبشن نفسه بس عم بعطيه كونتكست عن حالي ومين أنا وشو بعمل في حياتي وشو في عندي حكيت له معي توفل معي آيلتس conversation communication skills ممتازة soft skills excellent soft skills و communication skills وبس بالنهاية بحب أتمنى لك يوم سعيد وإنك تقرأ الرزمي تاعتي وأنا عامل لها أتاتش شوف شو كتبت له بآخر سطر looking forward to having a cup of coffee with you يعني أطلع على إني أجي أشرب فنجان قهوة معك مش إنه بس بدي أسمع منك أنا حاب إني أجي أشرب فنجان قهوة معك يا ترى شو بتتوقعوا كان رده على الرزمي طبعا البوزيشن كان بده حدا دارس كمبيوتر ساينس وانا ما كنت دارس كمبيوتر ساينس ففعليا I am not fit for the job بس بعت لي بحكي لي انه الرزمي الكفر لتر بتاعتك كانت كثير رائعة وجذبت انتباهي وعن جد حاب اتعرف عليك وبالفعل عزمني عنده على الشركة ورحت شربت فنجان القهوة and we've been friends ever since وببعث لي دائما جوبس يعني انه تعال اشتغل معنا تعال كذا بس من وراء كفر لتر يعني بدون ما اكون انا اصلا فت للجوب وهذا هو الله يعطيكم العافيه شكرا على حسن استماعكم